توافد كبير من مختلف الدول على محافظة بورسعيد من حوالي 50 دولة حول العالم للمشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللي بتنظمها المحافظة بشكل سنوي. بقت واحدة من أكبر وأشهر وأهم المسابقات الدولية اللي بيشترك فيها عدد كبير جدا مش بس من مصر، من العالم العربي والعالم الإسلامي حول القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم والمبتهلين عالميا. في تفاصيل كتير خلينا نتعرف عليها. معانا على التليفون أستاذ عادل المصلحي المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم. صباح الخير عليك يا أستاذ عادل. صباح الخير وصباح الخير على كل السادة المشاهدين والمتابعين لأفضل برنامج في مصر. صباح الخير يا مرحبا. صباح الخير على حضرتك. توافد كبير للمشاركين من مختلف دول العالم، خلينا نعرف لغاية دلوقتي الأعداد وصلت كام وأكتر الأماكن اللي توافد منها ناس للاشتراك في المسابقة. في الحقيقة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني هي إحدى المسابقات الدولية، وهي عضو في المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية القرآنية. طبعا النهاردة بنحتفل بالدورة السابعة التي ستنطلق في غدا إن شاء الله، حيث هذه المسابقة بيتم تنظيمها من محافظة بورسعيد أو محافظة بورسعيد، وهي خرجت من رحم التلفزيون المصري عام 2003 عندما كانت مسابقة محلية تقدم على شاشات التلفزيون والقنوات الإقليمية حتى عام 2018، ثم تحولت إلى مسابقة دولية لتباع في شهر رمضان سنويا من خلال 30 حلقة على الفضائية المصرية والقنوات الإقليمية وعدد من القنوات الخاصة. في الحقيقة كل التحية والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام لأنها بتساهم بشكل كبير في نقل فعاليات هذا الحدث من خلال هذا البرنامج، برنامج الفائزون. السنة دي إن شاء الله في هذه الدورة ما يقرب من 50 دولة، أمريكا والبحرين والكويت وكندا، حتى البرازيل بتشارك معانا النهاردة. والأول مرة ينعقد مجلس خاص برؤساء المسابقات الدولية على مستوى العالم بيتجمعوا في بورسعيد لينعقد أول اجتماع لهم خارج دولة الكويت، وهي دولة المقر، مقر المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية. لأول مرة بيتم دعوة رؤساء المسابقات ودعوة المجلس للانعقاد هنا في بورسعيد، حيث سيشهد هذا الاجتماع مساء اليوم في الثامنة السيد وزير الأوقاف والسيد محافظ بورسعيد، ومعانا رموز المسابقات الدولية على مستوى العالم. ده شيء عظيم جدا أستاذ عادل. اسمح لي بس سريعا، عايز أعرف من حضرتك يعني أبرز التخصصات والفروع اللي بتشملها مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والجوائز كمان، يعني في كمان جوائز وحوافز بتقدم لحفظة القرآن الكريم، حابين نتعرف عليها من حضرتك. النهارده المتسابقين بيتنافسوا في عدة فروع. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم للرجال والإناث والقرآن الكريم كاملا طبعا بالأحكام. الفرع الثاني للأصوات الحسنة في تلاوة القرآن أو القرآن المجود، ثم الفرع الثالث الإنشاد والابتهال، والأول مرة يدخل الفرع الجديد وهو الاهتمام بالناشئة حتى 12 سنة في حفظ القرآن الكريم كاملا والابتهال والإنشاد أيضا. هناك جوائز تم رصدها تخطت المليون جنيه للفائزين بهذه المسابقة. نستعين في لجنة التحكيم بخبراء في التحكيم القرآني من مختلف دول العالم. معنا 12 محكم من خارج مصر في الفروع كلها، بالإضافة إلى اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور. والتواجد الكبير للمحكمين من مختلف البلاد ده أكيد بيثري المنافسة وبيثري العدد الموجود كمان للتسابق، وأعتقد إن شاء الله إنها مسابقة قيمة مفروض إنها تستمر دايما. كل الشكر ليك الأستاذ عادل المصلحي المنسق العام لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم. شكرا جزيلا.